أسست ألبان المزرعة سنة 1994 على إيد الوالد الله يرحمه كشركة أجبان وألبان لتصنيع الأجبان البيضاء التقليدية، وكان تركيزنا من البداية على أنه نصنع جبنة بلدية، بداية في الجبنة النابلسية بنفس الطرق بنفس الأساليب والحليب الطازج ومدخلات الإنتاج الطازجة والطبيعية اللي كنا متعودين على استهلاكها في نابلس أو كنا متعودين عليها في مدينة نابلس. كان تركيزنا من البداية على أنه يكون منتجنا من حليب طازج ومن مكونات طازجة وطبيعية وبأقل المكونات الممكنة، منتج بسيط وصحي ومفيد. ومن ثم توسعنا لكثير من أنواع الأجبان البيضاء التقليدية اللي موجودة عندنا اليوم، والألبان اللبنة وغيره والسمنة والجميد. كانت مسيرتنا من 28 سنة وعلى مدى هاي الفترة بتطوير الصناعة بإدخال التكنولوجيا الحديثة والآي أو تي سنسرز والأنظمة المحوسبة حتى نقدر نرفع مستوى المنتج ومستوى سلامة الغذاء، حتى نقدر ندخل غذاء صحي وآمن وبرضه نوجد بيئة عمل جيدة للناس اللي بتشتغل معانا في هالمصلحة، لا سيما انه اغلبهم لهم معانا سنوات طويلة منذ البداية. مصنعنا وبكل فخر واكبر مصنع للأجبان البيضاء التقليدية في المنطقة، وكل سنة عم نتوسع في اسواق جديدة، والحمد لله عندنا شهادات فود سيفتي واعتماديات من جهات عدة بتتيح لنا انه نكون الوحيدين في المنطقة اللي بنصدر لدول مثل أستراليا وأمريكا وإن شاء الله قريبا في أوروبا. واليوم راح نستمر على نفس النهج بأنه نحافظ على منتج أنظف وسليم وصحي ومغذي وبيحمل قيمة غذائية مميزة للمستهلك، وبنفس الوقت نحاول انه يكون اثرنا ايجابي على البيئة المحيطة والمجتمع المحلي حتى تكون الفائدة مشتركة لجميع الاطراف، ونكون احنا فعليا اصحاب رسالة وقيمة مضافة سواء لزبون المزرعة او للافراد اللي موجودين معانا هون في اسرة المزرعة او حتى المجتمع المحيط.